لا تعاون دي ما اظنش يعني، ما تهيأليش يعني. انما حكايه انه على علم او مش على علم، يعني انا لا اشك لحظه انه هو على علم. هو ممكن يدعي غير ذلك لانه هو مش هو اللي ماضي على العقد. ولكن معروف انه المنتجه المنفذه للعمل هي اللي مختصه بامر محمد رمضان. مين المنتجه المنفذه دي؟ في فيلم هاردي. مين هي؟ ما اعرفهاش. شركه الانتاج. شركة الإنتاج دي. هو الشخص حتى قال لي إيمان بنتي اللي هي مديرة أعمالي، قال لها إن هو الإيجنت بتاع محمد يعني. فإيجنت ده يعني ما بيتكلمش إلا بلسانه. إذا كان ده صادق يعني، أنا ما أعرفش التفاصيل بتاعتهم إيه، لكن اللي حصل ده. حضرتك شايف إن محمد سامي ليه دور في الموضوع علشان مشاركة مي عمر في محمد سامي كلمني وقال لي انا ماليش دعوه بالموضوع ده، وحتى مي كلمتني نفسها وقالت لي يا استاذ. قلت لها طبعا يا حبيبتي انا عارف يعني ان انت مش هتعملي كده ابدا يعني. يعني هم كلموني يعني، واضح ان هم حتى مستائين من الموضوع.